السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة طيبة. البداية بالعناوين. وفد من الحكومة الانتقالية يضم عسكريين وأمنيين وسياسيين يزور الكيان الصهيوني. أسرة الراحل الصادق المهدي لا تستبعد فرضية اغتياله بسبب مواقفه الرافضة للتطبيع. الوساطة الجنوبية تقول إن دخول مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية العاصمة مخالف لاتفاق السلام. أديس أبابا تحمل كل من الخرطوم والقاهرة مسؤولية فشل مفاوضات كينشاسيا حول سد النهضة، وخبراء يرجحون الحل العسكري لحسم أزمة السد. أهلا بكم إلى التفاصيل. كشفت مصادر مطلعة أن الوفد السوداني الذي سيزور الكيان الصهيوني سيصل تل أبيب الجمعة أو السبت بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني 73 للكيان، وأن الوفد سيضم ممثلا للحكومة التنفيذية. وقالت المصادر لموقع سودان تريبيون إن الزيارة الرسمية التي تعد الأولى من نوعها متزامنة عن قصد بتقديم المعايدة بمناسبة العيد الوطني للكيان، مما ينطوي على اعتراف رسمي بدولة الاحتلال. أعلنت أسرة الراحل الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي وإمام طائفة الأنصار أنها في انتظار معلومات تتعلق باحتمال تعرض المهدي للتصفية بسبب موقفه الرافض للتطبيع. من جانبها قالت رباح ابنة الصادق المهدي للجزيرة نت إن ثمة شخصية سياسية تحتفظ على الكشف عنها أو تتحفظ عن الكشف عنها اتصلت بالأسرة وتحدثت عن خيوط يمكن تتبعها، وأشارت إلى أن هذه الشخصية التي تمكنت من الإتيان بمعلومات يمكن للأسرة أن تقيمها ثم تطالب بفتح تحقيق حول إمكانية تعرض المهدي للاغتيال، مؤكدة أن الاغتيال من أساليب الكيان الصهيوني لتنفيذ مشروعها الخاص بإخضاع المنطقة. في السياق ذاته أعلن الأمين العام لحزب الأمة القومية أن الحزب شكل لجنة لتقصي الحقائق بعد أن وثق فيديو ينشر لأول مرة حديثا للصادق المهدي بعد إصابته بكورونا كشف فيه عن احتمال استهداف حياته من قبل الكيان الصهيوني لموقفه من التطبيع. وقال حزب الأمة القومية للجزيرة نت إنه شكل لجنة لتقصي الحقائق وإتاحة المعلومات لمؤسسات الحزب والرأي العام حول ما أدلى به المهدي في المقطع الذي سربته أسرته، ومن ثم يمكن أن يحدد الحزب ما إذا كان سيطلب تدخل وعون السلطات الحكومية. كورونا أم الكيان؟ من الذي اغتال الصادق المهدي؟ عائلة الفقيد تريد معرفة أسباب وفاته، وكذا حال حزب الأمة. فكيف قطع الحبل الرابط بين التطبيع والتركيع والتقطيع؟ رئيس حزب الأمة القومي وإمام طائفة الأنصار يعود للمشهد السياسي في البلاد من جديد، لكن هذه المرة بمطالب لفتح تحقيق دولي حول وفاته. في بداية نوفمبر الماضي شيع السودانيون جثمان رئيس حزب الأمة القومي إلى مثواه الأخير بمدينة أم درمان بعد وفاته جراء إصابته بفيروس كورونا، أو هذا ما قيل لهم. أنا مستهدف. لكن هذا الفيديو الذي نشر مؤخرا يحمل تأويلات واتهامات مباشرة تعزز من فرضية اغتيال الرجل. أنا ما بستبعد أبداً أن يكون في ناس مأجورين أن ينتوا يعني يكونوا هم مصابين. أمشي سلموا على فلان. وفي ناس طبعاً بيجوا يجيدوني طبيعي، لكن في ناس ممكن يتعن مشاعر بيدي عشان يكون فيها يعني أثر زي ده. ما بستبعد لأنه إسرائيليين يعني زول ما يتابع مسائلهم فيها طبعا لا أخلاقية بالمرة. هذا المقطع بحسب العائلة كان جزءا من محاضرة طويلة ألقاها في منزل الأسرة بأم درمان مساء الخميس في 29 من أكتوبر،
قبل نقله لمستشفى علياء وقبل سفره إلى الإمارات للعلاج في 2 نوفمبر. إلى ذلك تقول الأسرة أن شخصية سياسية تحفظت الكشف عن اسمها اتصلت بها متحدثة عن خيوط يمكن تتبعها لفتح تحقيق حول إمكانية تعرض المهدي للاغتيال. من جهته شكل حزب الأمة القومي لجنة لتقصي الحقائق عن احتمال استهداف حياة زعيمهم من قبل الصهاينة، فيما لم يخفي مسؤولون سياسيون فرضية تصفية المهدي نتيجة لمواقفه الرافضة للتطبيع، داعين لتشكيل لجنة تحقيق دولية. ومع تزايد الشكوك حول كيفية وفاة الصادق المهدي، فإن وجود فرضية استهدافه من جهات تابعة للكيان الصهيوني تبقى واردة لا محالة، ولكن مع تسارع تطور العلاقات بين السودان والكيان قد تفتح تحقيقات وطنية ودولية، لكن مصيرها قد يبقى بين التطبيع والتركيع والتقطيع. كشف والي غرب دارفور محمد عبدالله دوما عن مصرع نحو 21 شاهدا على الأحداث الثانية التي شهدتها مدينة الجنينة. وبحسب موقع كوش نيوز، فقد طالب دوما في وقت سابق بتوفير حماية كاملة للشهود لتحقيق العدالة، ونصح بأن تتم المحاكمات خارج مدينة الجنينة تجنبا للتحشيد القبري. طالب الأمين العام بالإنابة محمد زكريا محمد لحكومة ولاية غرب دارفور المنظمات العاملة في المجال الإنساني باستئناف مهامها وأنشطتها الإنسانية من أجل تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرب دارفور. أشار في تصريح لسونا إلى أن نتيجة الهدوء والأحوال الأمنية بكافة أرجاء الولاية ومدينة الجنينة، نطالب جميع المنظمات العاملة في المجال الإنساني باستئناف مهامها وأنشطتها بالولاية وتقديم المساعدات بكافة مراكز الإيواء المؤقتة. قالت الوساطة الجنوبية إن دخول مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية إلى الخرطوم والمدن الكبرى يخالف اتفاق السلام، حيث لا يزال بعض مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية يتواجدون في العاصمة الخرطوم، إضافة لارتكازهم في بعض مدن دارفور على الرغم من قرار مجلس الأمن والدفاع بإبعادهم عنها. هذا ومن جانبه قال رئيس وفد الوساطة ضي مطوك عقب اجتماعه بحمدوك توجد بعض الخروقات في ملف الترتيبات الأمنية، مشيرا إلى أن زيارة وفد الوساطة بحث سبل معالجة المعوقات التي صاحبت ملف الترتيبات الأمنية وغيره من الملفات والتي تخص اتفاق السلام. كشف رئيس فريق الوساطة الجنوبية في محادثات السلام السودانية توت جلواك عن ترتيبات تجري للتوقيع بالأحرف الأولى بين الأطراف الثلاثة الحكومية والوساطة من جهة والحركة الشعبية شمال من جهة أخرى. وبحسب صحيفة الحراك السياسي، فقد قال جلواك أنهم في اتصال مكثف مع عبد الواحد محمد نور لإلحاقه بعملية السلام، مؤكدا مضي دولته في ملفات التعاون والشراكة بين البلدين. أشار إلى أن انتشار الجيش السوداني في حدوده الشرقية حق مكفول للدولة وفقا للقانون وحماية لسيادته. قال عضو مجلس السيادة محمد حسن عثمان التعايشي إن مؤتمر شرق السودان سينعقد قبل مؤتمر الحكم والإدارة المرتقب. وأكد التعايشي لوكالة سونا للأنباء بدء المناقشات مع القوى التي لها ملاحظات على الاتفاقية أو القوى التي وقعت على اتفاق سلام جوبا. أضاف التعايشي أن اتفاق شرق السودان سيعرض في مؤتمر لأهل الشرق، مشيرا إلى مشاركة كل القطاعات السياسية والاجتماعية في شرق السودان لإضافة ما تراه مناسبا لاتفاقية سلام جوبا وتنفيذها. أوقفت الشرطة ضابط برتبة النقيب وأحالته للتحقيق بسبب مقال انتقد فيه وزير الداخلية. وكان الضابط الموقوف قد كتب مقالا منتقدا فيه أداء الوزير بسبب موقفه من مدير شرطة الخرطوم السابق الفريق عيسى، الذي طالب بإعادة قانون النظام بصورة تتوافق مع شعارات الثورة لوقف انتشار الجريمة. وقالت مصادر لصحيفة النورس نيوز إن المقال وجد رواجا وسط قوات الشرطة، ما استدعى تدخل الوزير لوقفه عن العمل مستندا على قانون الشرطة.
أثنى رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان يونيتامس فولكر بيريتس على ما قال إنها إنجازات حققها وزير العدل نصر الدين عبد الباري، مؤكدا دعم اليونيتامس للوزارة في تحقيق أهدافها وكذلك مهامها خلال الفترة الانتقالية. أقدم وزير العدل أمس فولكر تنويرا عن مهام الوزارة وعما تم إنجازه وعن أولوية الوزارة في الفترة القادمة، كما قدم عبد الباري مقترح آلية للتعاون أو مقترح لآلية التعاون بين وزارة العدل ومكتب اليونيتايمز تعتمد على المشاورات والاستفادة من خبراتهم في الإصلاح القانوني. كما يرى مراقبون أن تدخل رئيس البعثة في شؤون البلاد خاصة القرارات الحساسة التي تمس ثوابت الشعب السوداني دليل على سيطرته على جميع القرارات التي تتخذ في البلاد. حملت إثيوبيا كلا من مصر والسودان مسؤولية فشل مفاوضات كينشاسيا، وقالت إن تقويضها يهدف إلى تدويل ملف سد النهضة. قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في مؤتمر صحفي إن هنالك تفاهمات إفريقية بأن مشكلة القارة تتم حلها عبر المنابر الإفريقية، لكن أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تم نقل ملف سد النهضة إلى الولايات المتحدة. دعا وزير الري ياسر عباس إلى التوصل إلى اتفاق ودي وعاجل بشأن سد النهضة الإثيوبي، خاصة وأن عملية بنائه بلغت مراحل متقدمة. قال عباس عبر حسابه عبر تويتر: لقد أصبح من المهم تقييم عملية المفاوضات الطويلة للتوصل إلى اتفاق ودي وعاجل، خاصة وأن سد النهضة وصل إلى مراحل متقدمة من البناء من أجل سلامة سدودنا وأمننا القومي. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده ما زالت تعمل في إطار مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن هنالك قدرا من التعنت من الجانب الإثيوبي، في المقابل هناك مرونة من الجانب المصري والسوداني في المفاوضات. أشار شكري إلى أننا مستمرون في سعينا حتى وإن كان الوقت ضيقا من أجل حل الأزمة بما لا يضر مصالح مصر والسودان. أضاف شكري أننا في متابعة يومية لأزمة سد النهضة لأن المياه مسألة وجود لمصر. قال الخبير والمحلل السياسي السوداني عصام دكين إن سد النهضة أصبح مهددا للأمن الاستراتيجي والأمن المائي القومي للسودان ومصر. أضاف دكين لموقع سبوتنيك الروسي أن فشل المفاوضات بين الدول الثلاث سيؤدي إلى خطوة من الأمم المتحدة التي يجب أن تكون على علم تام بما تفعله إثيوبيا ورفضها وتعنتها، وبالتالي فسيكون الحل الأخير قاسيا جدا على إثيوبيا من قبل مصر والسودان، وربما يذهب إلى الحل العسكري لأن ذلك يهدد حياة الشعوب اليومية. كشفت لجنة المعلمين عن ظهور 4 حالات إصابة بفيروس كورونا وسط معلمي المدارس بولاية الخرطوم بجانب 2 وفاة. أكد رئيس اللجنة للمعلمين ياسين عبد الكريم في تصريح لصحيفة الصيحة أن 1 الحالات في محلية الخرطوم وأخرى بمحلية بحري والثالثة في منطقة جنوب الحزام، مبديا أسفه لعدم وجود تحوطات كاملة بالمدارس لمنع الإصابة بالفيروس، كما أشار إلى عدم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا وسط الطلاب حتى الآن. دفع 14 من مدراء إدارات وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في ولاية القضارف باستقالاتهم احتجاجا على تجاوز والي الولاية سليمان علي موسى لرؤية أطباء المكتب الموحد. أقدم المدراء مذكرة لمديرة قطاع الصحة أعلنوا فيها استقالاتهم اعتبارا من اليوم من مواقعهم الإدارية بالوزارة، مع إعلانهم إضرابا عن استقبال الحالات الباردة اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم. نقلت صحيفة السودان أن الاستقالات الجماعية جاءت بسبب عدم إشراك الوالي مدراء الإدارات في هموم وقضايا الوزارة، بالإضافة إلى تعيين مديرة للصحة رغم إبلاغهم برفض هذا التعيين. أصدر وزير الصحة الاتحادي عمر النجيب قرارا تم فيه تكليف يسرى محمد عثمان وكيلا لوزارة الصحة الاتحادية بدلا عن أسامة أحمد عبد الرحيم. هذا وشغلت الدكتورة يسرى العديد من الوظائف والإدارات بوزارة الصحة لولاية الخرطوم، أبرزها كان مساعد فني لمديرة عام وزارة الصحة
في ولاية الخرطوم في عام 2020، كما عملت مستشارا فنيا في مكتب وزير الصحة الاتحادي عمر النجيب. كشف مدير مكتب وزير النقل محمد حسن أن خطوة تعطيل إدخال البواخر لكافة الموانئ البحرية صراع جديد بين وزارة المالية وغرفة التوكيلات ولجنة التحقيق، وليس لوزارة النقل علاقة بذلك. وبحسب صحيفة الحراك السياسي، فقد رفض وزير النقل ميرغني موسى الإدلاء بأي تصريحات عن خطوة تعطيل إدخال البواخر لكافة الموانئ البحرية من قبل غرفة التوكيلات الملاحية، فيما أعلنت الثلاثاء غرفة التوكيلات الملاحية ببورت سودان عن توقف الشركات الملاحية عن العمل. أبدى مدير عام مصفات الخرطوم محجوب حسن استغرابه من أسباب تفاقم أزمة الوقود بصورتها الحالية، خاصة مع استمرار إنتاج المصفاة يوميا. قال محجوب في تصريح لصحيفة الحراك السياسي إن المصفاة مهمتها تسليم الإنتاج اليومي لوزارة الطاقة والنفط، وأن أزمة الوقود التي تشهدها البلاد حاليا لا دخل لها بالمصفاة على حد تعبيره. قال اتحاد الغرف الصناعية السوداني إن السلطات الحكومية تفرض 46 نوعا من الرسوم على السلع المصنعة محليا، فيما تقوم بإعفاء معظم البضائع الواردة إلى السودان من الرسوم الجمركية. أقال المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية أحمد عبيد إن القطاع الصناعي يشكو من تعدد الرسوم والجبايات المفروضة عليه التي تبلغ 46 رسميا وجباية. وكشف عبيد عن توقف 24% من المصانع المسجلة في العام الحالي نتيجة رفض أصحابها تجديد عضويتهم احتجاجا على كثرة الرسوم والجبايات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إغراق الأسواق بالسلع المستوردة التي تعتبر تهديدا كبيرا للصناعة السودانية. أصدر والي ولاية البحر الأحمر عبد الله شنقراي يهاج قرارا ولائيا بزيادة أجور عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر بنسبة 275% بناء على توصية اللجنة الدائمة لسن أجور عمال الشحن والتفريغ. أقال العاملون لصحيفة السودان إن الزيادة لم تلبي طموحاتهم، لكنها تعتبر جبرا جزئيا للضرر الذي لحق بالعمال جراء الغلاء المعيشي بالبلاد. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وفد من الحكومة الانتقالية يضم عسكريين وأمنيين وسياسيين يزور الكيان الصهيوني. أسرة الراحل الصادق المهدي لا تستبعد فرضية اغتياله بسبب مواقفه الرافضة للتطبيع. الوساطة الجنوبية تقول إن دخول مقاتلي تنظيمة الجبهة الثورية العاصمة مخالف لاتفاق السلام. أديس أبابا تحمل كلا من الخرطوم والقاهرة مسؤولية فشل مفاوضات كينشاسيا حول سد النهضة، وخبراء يرجحون الحل العسكري لحسم أزمة السد. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وحول الطقس وأسعار العملات. إلى اللقاء.